عندي ولدين، ابني عمره 9 سنين عنده مشكل بقلبه ما عم بقدر اخده عند حكيم. اوكي، الشغلة الثانية عندي بنت صغيرة عمرها 2.5 سنين، وعندي امي مرة مريضة ساكنة معي بقلب البيت. جوزي صار له 12 يوم تقريبا موقف. اوكي، وانا صاحب البيت اليوم الساعة 8 على القد جاي ياخذ مني مفتاح البيت ويكبني برات البيت، وانا ما عندي مطرح اقعد فيه انا واولادي وامي. اللي عنده حل تاني غير انه بيع كليتي انا مستعدة اعملها، بس انا